تفضل الأخ عبد العزيز أبو. شكرا معالي الرئيس، وأسعد الله صباحكم والحاضرين جميعا بالخير والسرور. سلمك الله. ورد في مداخلتي الثانية في صفحة 65 بعض العبارات التي أثارت بعض الردود الأفعال، ولم تكن فعلا يعني الهدف منها لم يكن الإساءة لأحد، ولم يكن الهدف منها أي إضرار بأحد. فلذلك أنا أتمنى، يعني أنا أسحبها وأتمنى الأمر من معاليكم بأن تشطب من المضبطة ويسمح النظام بذلك، لأن لديكم سلطة رئاسية وتأمرون على، يعني تستطيعون تغيير ذلك في المضبطة. وأود أيضا أن أتوجه ب يعني التمس العذر من الإخوان الذين مستهم هذه العبارات غير الموفقة وغير الدقيقة، ولم أكن أقصد الإضرار بذلك مطلقا. مع الرئيس، مع الرئيس، نحن جميعا نؤمن بأن العصمة لله، وجل من لا يسيء ولا لا يسهو ولا يخطئ. أعتقد أنه يعني ردود الأفعال أتمنى أن تكون واضحة الآن. أنا لم أقصد الإساءة لأحد، ولم أقصد ما ذهب إليه التفسير، كان القصد في موضوع معين ولم يتجاوز ذلك. شكرا معالي الرئيس. شكرا دكتور. شكرا دكتور عبد العزيز، وإن شاء الله راح تشطب هذه العبارات حسب ما تفضلت من المضبطة.